إلى شأن صحية الآن، تشهد الأسبوع أو شهدت الأسبوع الماضي، شهد مستشفى زيزا مسيكا بمروانة بولاية باتنا حدثا مميزا، عندما أجهضت امرأة حامل في الشهر الخامس ب6 توائم. وقد استاءت عائلة هذه الشابة البالغة من العمر 18 سنة من رفض عيادة زيزا مسيكا الإبقاء عليها داخل المستشفى والتكفل بها كحالة نادرة في أول حمل لها، حيث تم توجيهها لمتابعة الحمل لدى الخواص ولعدم توفر المتابعة والتكفل اللازمين. فقدت الأم أجنتها 6 بالرغم من كونهم كانوا بصحة جيدة في شهرهم الخامس. مراسلنا في باتنا تنقل إلى عائلة مراح بمروانة وبعث لنا زميل سعيد حريقة هذه الأصداء. ربي يخلف عليها، ربي يخلف عليها مخلصة كذا، ربي يجيبها في الصور إن شاء الله. كديتها الوشدة رحت جبت هي راح ندير لافي تاع جينيكولوج. جينيكولوج قالت لي تسمى هاي كات ساك وها وكاين الماء في كرشها هذاك، قالت لي هذه تروحي تديها لباتنا. تسمى نورمالمون هما قادرين يحكموها فيما في باتنا، وهما اللي يبعثوها لباتنا، وكا سبيسيال كا يعني نورمالمون هما السبيطار يتكفل بها. احنا ما على بالناش، ما جربناش، وخدمنا في السبيطار وعلى الاخر عملوا لها كي كلاب. عندها 6 وراهم في بلايصهم وملاح وما يخصهم والو، وان شاء الله نسويفيوها ما يكون غير الخير. المهم بقينا معها هكذا، تسمى كانت الامور تمشي بيان الحمد لله، وكل ما يلزم دارت خدمتها وكلش. بصح هذوك ما تسمى ما لحقت لو سانكيام موا، دخلت في لو سانكيام موا ما كتبش المكتوب. هذه هي قضية تبقى للمتابعة في قادم موعدنا الإخبارية. إلى